أراد الفنان محمد درغام غادر أن يخلد صورة بلدته شبعة كما عرفها أيام طفولته. عاد بمخيلته إلى ضيعته بكل تفاصيلها وفصولها، إلى ساحتيها القديمة والأقدم، إلى بيوتها التي لم يبق منها اليوم سوى ركام حجارة نادرة، إلى مسجدها الأقدم حيث السنديانة التي تعلمت في ظلها أجيال، إلى أدراجها القديمة وعيونها وينابيعها. ضيعتي تحاكي الزمن بلش معي كمشروع. أنا من بعد الاحتلال لما طلعت لقيت شبعة غير شبعة اللي كنا فيها وغير كنا اللي بنعرفها، حبيت أحييها باللوحات لأرجع أشوفها مثل ما كنت بحبها. أنا طبيعي أنا ابن شبعة، ربيت فيها بطفولتي بشوارعها بكل تفاصيلها. ما بتصدق إذا بقول لك إنه حافظ كل حجر، كل بحصة، كل شجرة، كل شغلة وين محطوطة، مطبوعين مرسومين براسي، لتبقى شبعة في ذاكرة الأجيال تحكي حكايات محبة. ضيعتي تحاكي الزمن نتاج عمل عامين، ويؤكد غادر أن العمل الأول لن يكون الأخير طالما أن ذاكرته تجول في أحياء ضيعته.